والشعب يصرح ويندد باللي انه رافض للنظام. الشعب مازال في تنحو كاع، الشعب مازال طالب المادة 7 و8 السلطة للشعب، لكن لا حياة لمن تنادي. النظام هذا سد ودنيه، سد فمو، أعمى عينيه، ما يشوف فيه والو، يشوف غير في المصلحة الخاصة تاعو وتاع المافيا اللي يخدم فيها. تبون رئيس غير شرعي، الشارع صرح بها، سموه تبون الغبرة، سموه تبون الكوكايين، سموه تبون يبيع في الصحراء، ما لقاوش يقولوا له. هو ما على بالوش، هذا السيد أكد حاجة واحدة كما قلنا في العنوان، راه يطبق في برنامج بوتفليقة وبرنامج النظام اللي حكم الجزائر من 62 اليوم. على كل حال ما عنده حتى شرف بالنسبة لنا احنا، وما عنده حتى نخوة تاع رجولية، لأنه إنسان اللي الشعب رافضه والجزائر رافضته، ما فهمتش أنا واش قاعد يدير. قعد الشيخ رحماني عنده أوبجيكتيف ولازم يروح يطبق الأوبجيكتيف تاعه سيتو، وكون تكمل الوضعية هكا راح ينجح. المافيا راح تنجح في السيطرة على الجزائر. علاش؟ لأنه ما عندناش قيادات سياسية اختارها الشعب وتمحور حولها. ما عندناش. نو مسيو رحماني كاين بصح ما يهضروش. تقول خايفين، ماشي خايفين يهضروا، ما إنو با كونفيونس. عندنا قيادات سياسية مسيو رحماني، دي جون كومبيتون، دي مي أو إي نو بارل با. Ou le peu qui parle, ils sont musés après. صح عندك الحق مدام، ما نهضروش على الشخصيات، حنا نهضروا على الشعب. الشعب الطائر هذا لازم يسترجع الثقه في نفسه ويثيق في الناس، يخلق منهم طبقه تمثل الثوره الشعبيه هذه باش نقدروا ننتصروا على النظام هذا، لانه النظام ما زلنا في نفس الوضعيه اللي بدينا فيها. صرا تغيير الاسماء كما قالهم الشعب، النص في الحبس والنص مع تبون، لكن هادو بكل سي ديفيزيبل، هادو بكل وش يكونوا؟ ما يكونوا والو، خدامين نتاع لا مافيا الحقيقيه اللي تسير في الجزائر، المصالح نتاعها ما تقاسطش. لحد الان مازالوا يحوسوا يسيطروا على الجزائر وعلى الثروات الباطنيه نتاعها، حتى اللي ما نقدروش نستغلوها، ولا الاستغلال نتاعها ما فيهش امن وامان لينا. سمو مسيو رحماني، مسيو تبون insiste pour l'exploitation dans le gaz de schiste, alors qu'il sait pertinemment que cette énergie elle présente des dangers pour l'environnement. Et puis, lui, il veut engager des pays qui veulent expérimenter en Algérie. Donc, il ne maîtrise pas la technique. Comme vous l'avez dit, c'est les États-Unis qui maîtrisent la technique. Et j'aimerais bien que vous expliquiez aux gens, comme ça, parce que les gens, ils n'ont pas compris le problème dans le gaz de schiste ou Winra. بون، السؤال نتاعك عنده شقين، لا كيستيون تاعك فيها دو فولي، يا دو فولي ديفيرون. لو برومي فولي سي كرايس هذا راهو يقول عندنا كنز تحت الارض، علاه نحرموا نفوسنا منه؟ الكنز اللي تحت الارض حتى ولا كان نعتبروه كنز، ماشي هذا الحكم اللي راحين نخليوه يستغل الكنز نتاع الشعب الجزائري. لانه هذا الحكم اللي ما قدرش يطور الجزائر ب 2000 مليار دولار راح يطورها غدوه كي يستنفد هذا الكنز اللي يهضر عليه السيد هذا اللي اسمه تبون. باش نهضروا الشعب الجزائري، هو في الاسره تاعو ما قدرش يخرج اسره نظيفه، عنده بنو داخل في الكوكايين وفي البلانشيمون دارجو. نتيق فيه انا، نتيق فيه انا في كنز حطه ربي للشعب هذا ربما يستغلوه. هذه تفكرني في سوره الكهف، لما سيدنا الخضر وموسى عليه السلام بناو الصور اللي كان فيه كنز لغلامين يتيمين باش السفهاء نتاع المدينه ما يلقاوهش. حنا تبون الناس اللي معاه سفهاء الجزائر، حتى ولا كان الغاز دو شيست ولا الويل دو شيست سي ان تريزور في الجزائر، ماشي نتوما اللي تمسوه وماشي نتوما اللي تستغلوه وماشي نتوما اللي راحين نخليوكم تزيدوا ترهنوا الجزائر كيما رهنتوها ب 2000 مليار ما درتو والو. روح شوف السكنات اللي بناها السي تبون، كاتاستراف.
روحوا شوفوا المشاريع، والمشاريع اللي تسرقت الفيل مليار ما داروا بها والو، هاي في الصحافه كامله. الروس ديبلوكا 375 مليار اورو باه يطور روسيا، ابا قدمها روسيا، روسيا وحدها 10 فترات قد الجزائر. زيد ضف اليها الدويلات اللي لاصقه فيها 375 مليار بور مودرنيزي لا روسي، بور مودرنيزي لا روسي. حنا 2000 مليار، 1000 تحت الطابله و1000 ديكلاري، ما داروا بها والو. مازالوا فيلاجات ما عندهاش حتى الطريق ولا الغاز ولا الرصيف، الرصيف ما عندناش. يطيح حتى الناس تموت في العاصمه. عندنا عائلات مطيشين لبرا في التروطوار، نساء واحدة طلقها راجلها، واحدة مات راجلها، واحدة ما عندهاش اللي يعولها، واحد به مرت ولادو لبرا رابت عليه الدار، ومساكنين في الخيم. وي قول لك عندنا كنز، والكنز نأتمنك عليه انت، تسرق انت فاميلتك ما عرفتش تربيها، خرجت لنا في المجتمع بنك آفة، وما نهضروش على ولادك الاخرين. انت يكفيك انا تسير بلاد ولا الكنز نتاع شعب. مستمو مسير رحماني تبون في الندوة الصحفية اللي دارها، طرحوا له سؤال على الحرقة وكان عنده واحد الإجابة اللي الشعب حار فيها، قال لهم غادي نرسل هاد لي جون يروحوا لأوروب ويشوفوا بعينهم لي جون كي عايشين في لأوروب باش بالك ميزيرية. دونك اون سو دي بلي مسيو تبون نو معليش 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 احنا اون ريسبكت لا 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 لو بريزيدون بيسكو هو راه فحطت لكم نقاب، حنا نقولوا مسيو باسكو اون ايديوكي لا غال. دونك بالك بالك هذا تبون بالك ما خرجش ما سافرش ما شافش لي جون كي عايشين في اوروبا، ما ادري هاد لي جون في اوروبا ما يخدمش، عنده 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 مدخول، عنده اراسه، عنده عنده الى دروا لوجمون، عنده عنده دي زاد يروح لي زاسوسيون. بالك تبون ما يعرفش صوالح، ما يعرفش بلي لو جون في الجزائر دروك راه يكفيف له كيخلص يخلص 20 مليون وما يعرفش روحو يوصل ولا ما يوصلش. اذا هو هاد تبون ما راهش عاطي يقدر يعطي حلول للحرقه، كيفاش نجم يلقى حلول اقتصاديه كبيره باش يطور في بلاد كيما الجزائر؟ ماشي غير الحرقه، دابور يفوك يحبس هو بعد يشم الكوكايين باسكو ما على بالوش واش قاعد يهضر، ما يوزنش واش قاعد يهضر. وزيدك حاجه اكثر من هذه، ما كانش احتقار للشعب انه الرئيس يهضر تحت خشمه، يعني يهضر بكلمات وعبارات كانه محتقر الشعب، يهضر تحت خشمه، الكلمات نتاعو ما تخرجش واضحه معبره. يهضر على الحرقه، الحرقه هما سببها، النظام الفاسد هذا اللي خدم فيه هو 40 سنه هو سببها، هو من اسباب الحرقه. كون ماشي 3000 مسكن اللي داو دراهمها هو وصحابه وما تبناتش، بالك كون كاين 3000 جزائري ما حرقش و 300 جزائري ما حرقوش، ربما الاوضاع تتغير.